I am the home stator. وهيبو. قديش الفريكونسي اللي موجودة في الستيتر؟ ايش الفريكونسي الكهربائية الموجودة بالستيتر؟ 50 هرتز او 60 هرتز، اه؟ فالكرنتس اللي عمالها بتمشي بالستيتر قيمتها 50 هرتز او 60 هرتز. هلا اطلع معي شوف شو رح نعمل. رح نمسك الستيتر الروتور نمنعه انه يلف. ايش التعبير اللي استعملناه لما عملنا هيك؟ لوكينج. رح نعمل لوكينج هلا للروتور. زي ما عملنا في المحول، ايش عملنا بالمحول؟ شورت سيركت تيست. زي ما عملنا بالدي سي موتور، ايش ممكن اعمل؟ لوك روتور تيست. فرح اعمل لوكينج للروتور. وراح هون بعدين راح احط كهرباء على البرايمري من هون. والان بدي اطلع في داخل دائرة الروتور. بدي اطلع المقاومة اللي موجودة في داخل دائرة الروتور. فخلينا بير فيز راح افترضها كانها زي هيك. وعندي اندكتنس وعندنا هون ريزيستنس. هلا بنسال السؤال، هل راح يمشي كرنتس في الروتر سيركت؟ راح يمشي مش هيك؟ هل راح يمشي كرنتس؟ هل في قطع بخطوط المجال ما بين البرايمري ما بين الروتيتنج ماجنتيك فلكس والروتر والسكورل كيج؟ لا لوكت روتر. لا مش نو لود، لوكت روتر. هل الفلكس عم بلف؟ تمام. هل الروتر عم بلف؟ لا. اذا قديش سرعه الروتر بالنسبه للفلكس؟ لا انتوا عم تحكوا بتناقضوا انفسكم. رح يقطع كامل. في عندي فلكس عماله بلف، قديش السليب باللحظه هاي؟ واحد. عندي هون زيرو سبيد، هون عندي ان. ايش السليب لو حطيت السليب؟ قديش السليب راح يكون هون؟ واحد. هون زيرو. قديش السليب عند الستارتنج؟ واحد. قديش السليب عند النو لود عند السينكرونس سبيد؟ زيرو. السليب هو ايش تعريفه؟ والسرعة بين مين ومين؟ بين الروتور والروتيتنج ماجنتيك فلكس. فلما اكون انا عامل لوكينج للروتور، قديش راح تكون سرعة الروتيشن تبعت الماجنتيك فلكس بالنسبة له؟ فل. مظبوط؟ قديش الفريكونسي للكرنتس اللي بتمشي في الروتور؟ في هذيك اللحظة؟ 50 هرتز. إذا ات ان بتساوي زيرو، يعني ات زيرو سبيد السليب بتساوي واحد. مظبوط؟ واضح ليش واحد؟ لانها عباره عن اوميجا سينك ماينس اوميجا اي سينك على اوميجا سينك، هذه زيرو، فهي بتصير واحد. فعند النقطة هاي السليب واحد. الروتيتنج ماجنتيك فلكس مش راح يعمل انديوسينج زي ما بعمل ترانسفورمر لفولتج في الروتر بار. قديش راح تكون الفريكونسي تبعته؟ إذا الفريكونسي تبعت الروتر بتساوي السليب تبعت الفريكونسي تبعت السليب. فلما السليب بتكون، يعني هون السليب او اس ضرب، لما تكون اس واحد، ايش العلاقه بين الفريكونسي تبعت الستيتر والفريكونسي تبعت الروتور؟ نفسها. اذا هاي بس بتصير عند ستار. طيب نسال سؤال ثاني، هلا لو تحرك المحرك هذا بدل الروتور يتحرك ووصل قريب جدا من السينكرونس سبيد، فش عليه لود، زيرو لود عليه، فسرعه الدوران تبعت الروتور تقريبا 1500 ار بي ام، قديش راح يكون القطع ما بين الماجنتيك فلكس والروتر؟ زيرو. ايش راح يكون السليب؟ اذا ات نو لود السليب ايش بيساوي؟ زيرو. فالفريكونسي تبعت الروتر شو بتساوي؟ بتساوي زيرو مضروبه في الفريكونسي تبعت الستيتر ويساوي. اذا معناها عندي داخل الروتر لو جبت انا ملتي ميتر او جبت فريكونسي ميتر وحطيته في داخل المحرك وصرت اقيس هون، مش راح اشوف كرنت عماله بروح وبرجع؟ اي سي كرنت، بس هذا مش الفريكونسي تبعته مش كونستنت. في حين بالمحول ما كان عندي هيك، المحول شو كانت الفريكونسيز في كل مكان؟ نفسها 50 هرتز. مظبوط؟ هون اذا في عندي دائره كهربائيه في داخل الروتر، لكن الدائره الكهربائيه هاي بتشوف فريكونسيز مختلفه. السورس هذا اللي عماله بيعمل جنريشن لفريكونسي في داخل الروتر سيركت، طب هذا السورس من وين اجى؟ كيف تولد عندي فولتج؟ من الانديوسينج، مش هيك؟ انديوس صارت من البرايمري للسكندري او من الستيتر للروتر، عمل انديوسينج لفولتج. بس هذا الفولتج الفريكونسي تبعته ما عادش تتناسب مع السلم. اذا كقاعده عامه هذه مهمه جدا، لانه اف تبعت الروتر بتساوي السليب مضروب في اف تبعت الستيتر اللي هي الاف تبعت السبلاي.
اذا مين الـ مين الكومبوننت اللي بتاثر بالفريكونسي؟ مين الكومبوننت اللي الامبيدنس تبعته او الريزيستنس تبعته بتاثر بالفريكونسي؟ الاندكتر. هل الريزيستر بتاثر بال لا. اذا عندي هون في داخل هاي الدائره، اذا هون شوفوا شو راح نحط. راح نحط اس اي نوت، يعني لما اس تكون واحد مش هذا الفولتج بكون اكبر قيمه ممكنه له، ولما اس تكون زيرو مش هذا بصير زيرو، ببطل في جنريتد فولتج او اندوست فولتج لانه بطل في ريليتيف موشن ما بين اثنين. اذا هذا له هون اس اي نوت. الفريكونسي تبعت الدائره هاي اللي موجوده هون اف راح تاثر على الاندكتر وما راح تاثر على الريزستر. فعندي هون كانه هذه هون اكس نوت راح تاثر بقيمه معينه هلا بنشوف، وبعدين عندي هون ار، فهاي كانها راح تكون اس لانه الفريكونسي اعلى ما يمكن راح تكون هون اس عندي بهاي الحاله. كل فاهم ليش حطيت اس هون؟ اس لانه صارت الفريكونسي يعني، او اس هلا بنشوف نحط بحط معها فريكونسي. هذا الكومبوننت بتاثر بالسليب وبالفريكونسي، هذا الكومبوننت ما بتاثر. اذا قسمنا الكل على اس ايش راح يصير؟ راح يصير هذا راح يختفي وهذا راح يختفي وهذا راح يختفي. من وين اجت هاي اللي اجت عندنا؟ ار على اس. فار على اس اجت من فكره انه هذول هذا بتاثر باس وهذا بتاثر باس، هذا ما بتاثر باس. لما قسمنا على اس هون واس هون هاي صفت مقسومه، فهاي كانها الايكوفلنت سيركت تبعت 1 فيز للروتر. اوكي وقف يا يوسف.